نحن الآن في منطقة مجزر، نشتغل في الحقل 14. استهدفنا هذا الحقل لأهميته، لحيث هو قرح لغم بسيارة وكذلك بجمل. هذه المنطقة تعتبر منطقة مراعي ومحادة كذلك المزارع المواطنين ولبيوتهم. قمنا بتصفية بعض الطرقات، ولا زال هناك الكثير من الطرقات يطالبوننا بتصفيتها. نحن مستمرين لن نغادر حتى نطمن المواطنين على طرقاتهم، كذلك إذا كان فيه حقول نستبعد ما كان فيها.